لا خالص، يعني انا يعني على في فكره حوار دار مطلقا والله العظيم يا استاذ مهيب، سعد. والله مطلقا مفيش كلام من ده خالص يعني، لا لا خالص يعني. انت مركز في الكورة فقط لا غير. اه طبعا انا مركز في شغلي اللي انا بفهم فيه واللي انا بعرف فيه واللي انا مكمل فيه باذن الله وبس يعني، لكن انا ما احبش عارف صاحب بالين كذاب، ايوه فانا ايوه يعني انا ما بحبش حتى زمايلي او اللي بعدينا انهم مثلا يروح مشتغل في التدريب شويه وبعدين يروح مشتغل الجانب الاداري شويه وبعدين يروح مرشح نفسه في مجلس اداره شويه وبعدين، لا طيب انا مش كده، انا طيب بحب التركيز جدا جدا يعني. كابتن حلمي متمسك بكريم فؤاد ولا خلاص اصبح قريب جدا من النادي الاهلي؟ لا وكريم فؤاد باذن الله هيستمر معانا باذن الله مش هيروح باذن الاهلي الله، السنه الجايه، هيستمر معاه. لا انا باذن الله احنا يعني في طريقنا لانهاء هذا الموضوع يعني. ال يعني النبره بتاعت حضرتك اختلفت، كانت الاول يعني هنشوف لعيب لا كويس، لكن دلوقتي طبعا النبره بتاعت حضرتك حاسس ان هي قويه. طبعا احنا محتاجينه، لعيب لعيب مهم عندي بيلعب في اكتر من مكانين ثلاثه يعني، ايوه فيعني انا محتاجه جدا والنادي محتاجه جدا، ليه ما نحتفظش بيه وليه ما نحصلش على خدماته على طول يعني. مين الأقرب للدوري السنة دي يا كابتن حلمي؟ لا هو المنافسة شديدة بين الزمالك وبين الأهلي يعني، وبينه وبين حضرتك مع أيوة حبي الشديد واحترامي للنادي الأهلي، أتمنى طبعا الزمالك اللي ياخد الدوري، أتمنى من كل قلبي إن شاء يعني، الله بالتوفيق يا كابتن حلمي، أتمنى ليك بالتوفيق الله ليك، يخليك. وإن شاء الله يعني الأمور تبقى هادئة، وأنت واحد من أبناء نادي الزمالك وخدمت نادي الزمالك ودربت نادي الزمالك، والجماهير ياما هتفت للكابتن حلمي طولان مع بطولاتك مع نادي الزمالك، وإن شاء الله كل التوفيق ليك مع إنبي اللي طبعا عامل أداء رائع في الدوري المصري.